الله على بركة الله. واليوم كيف دائما كيف ما عودتكم كنشارك معكم جميع وصفاتي اللي كنعدل في بيتي. اليوم لين نعدلكم طبق مشكل من مجموعة من الفواكه، الجد من موجود اللي عندنا في الدار اللي نعدلوه. نمشي معكم لهذه الفكرة. أول خطوة اللي نعدل نخدم الأناناس، نقطع هذا الجزء هذا خليه باش ندير به ديكوراسيون. نقطع هذا الجزء هذا اللي ونحاول نقطع قطع صغيرة ديال الأناناس. نعطيكم نموذج ديال الطريقه اللي نعدل. نقسمها على نص، نعدل فيها مثلثات للتزيين. انا غنتمشي على هذا المنوال هذا ونرجع لكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال القطع ديال الاناناس اللي عندي. قطعت الاناناس ديالي، داك البقايا اللي بقاو لي من هذا قطعتهم قطع صغيره باش نعمر بهم هذه البنونه. البنونه اللي نقطعها من هون قطع القاعده ديالها مولي. نزيد نقطعها باش تقعد تعود مستوية في إناء التقديم. نخويها من هون، انا عاقب منين نخويها من الحب نحاول نخويها من هذاك اللب اللي فيها باش نعمرها. انا عاقب من خويتها من هذاك الحب اللي فيها نحاول نخويها من اللب اللي فيها باش نحشيه بها من بعد. انا غنمشي مواصلة على هذا المنوال هذا اللي نخويها ونرجع لكم. الكيوي ديالي قطعته على هذه الطريقه هذه، البعويد قطعته بهذه الطريقه على شكل قنفذ. نعاد لكم الطريقه. قسمت البعويد على نص، نقلع هذا الرويس هذا ونخوي هذا باش اللي بغى ياكلها ياكلها نقيه. والزريعه نقبض هذا الموس هذا اللي كيعاون ولا الموس العادي ونقطع بحال الشكل هذا. هذا الجزء هذا الابيض بحال نخليها ابيض بحال عاد الوجه ديال القنفذ ديالي. هاي الطريقه شفتها في الانترنيت وكيعمروه هنا بالبعويد بالعنب بالعنب العادي. من العنب مو كاين ظريف صافي. كنقطع واحد شويه ديال هاد الرويس هذا، كندير العينين ب
حبتين ديال القرنفل، عفوا كيسحب باش كنشوف، كندير حبتين ديال القرنفل هنا نغرسهم على شكل عينين، وها هو القرنفل ديالي. هادو راني خويتهم، الناس ديالي راني قطعته، نشوفو التفاح شين عدلولو. التفاحة غنقسمها على نص بهذا الشكل هذا، غنطرحها ونحاول نعدل بحال هكا. إلين نفصلها، نفصل هذا الجزء اللي قطعت بهذه الطريقة، ونعاود نفس الطريقة ملي هادشي كيبغي الخاطر، كيبغي يرجع يعود عنده ماضي. سنفصلها نعاود نفس الطريقة ملي باش يعودوا عندي ثلاثة طبقات. كنمشي لنفس مولي الجزء الآخر ونعدل نفس الطريقة. تنحس عنها فتصلت، نعاود مولي المرة الثانية. لين نفصل لي نعاود للمرة الثالثة، بهاي الطريقة نقبض مالي هذا الجزء هذا، بالعلفة ديالو نجيب هون ونفصل هذه بحال هاك، بحال هذا الشكل هذا. نعتذر على التصوير خاسر، بورطابلي خاسر شوي. صافي كنقبض هذا الجزء هذا من هون، نحاول ندير فيه واحد الحفرة صغيرة باش بحال هاك. كنقبض هذوك العلفات ديال التفاحة ديالي ونغرسهم هون على شكل، نغرسهم هون على شكل عين، واحدة هون وواحدة هون بهذا الشكل هذا. ما عليا الا نطراسي هذه على هذا الشيء باش نوقفها هون ونرجع لكم. عقب منين كملت هاد الديكور هذا ديال التفاحه، هذيك البلاصه اللي قطعنا راعيها غنعدلها لكم، تمرقوها واحد شوي، كل طرف تمرقوا وحده باش يجينا على شكل بطه. نعدل هاد الزر الاخر مالي مرة كل واحد وحده بهاي الطريقة باش يعطينا هذا المنظر، هذا منظر ديال البجاعة او ديال البطة. حطها هون حتى نبغي نبريزونتي. مو نقبض التفاحة دريك، نبات الموزة عدل بيها واحد ديكوراسيون حتى هي الى صالحت لي. بهاي الطريقة شرط بحالها،
عندي هاد البنانة طايبة زوالة. نحاول نقلع واحدة ونخلي واحدة. بحال هاك نضبط واحد الطرف ديال الفريز ونحشيه هنا. نقبض حبتين من القرنفل نشكل بهم العين. وهذاك البنان اللي بقالي نطرحوها مجرد ديكوراسيون نحفزو بهم التركي يوكلو الديسير. هذه تجربتي الاولى راهي، يعني ما تقبضوا عليا لعات ما هي ما تقونا، راني ماني شيف، لا نتعلم من اللي شيف. هاد الديكوراسيون هذه غنطرحها في التفصيل ديال التقديم ونرجع لكم. حلقتنا ديال اليوم راعيها انتهت. هذه هي تجربتي في تحضير الفواكه بطريقه جديده، نقدو نقدموها لضيافينا، نقدو نقدموها على شكل حيوانات للتركه تحفيزا لهم باش ياكلوا. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم عدلوا لي جيم وابوناو في ماشين، واني بكم الى حلقه قادمه ان شاء الله.